التحالف الحقيقي هو الذي ينشأ قبل الانتخابات. اليوم طبعا بالمناسبة احنا نسوي تحالفات قبل الانتخابات وتصير تحالفات وننزل، ولكن لأن ماكو نضوج سياسي فيصير تشظي وتصير تحالفات والأحزاب بالمئات. لذلك يعني اليوم احنا نسأل سؤال، كل تحالف له رئيس مو صحيح؟ احنا لما مثلا قبل الانتخابات صارت عندنا اللي دخلت التحالفات، التحالف الأخوة مثلا في الأخوة الكرد معروف منه رئيس التحالف، تحالف الأخوة الشيعة معروف منه رئيس التحالف. الآن في التحالف من هو رئيس التحالف؟ مو صحيح؟ نعم. هسه يقولون اوكي احنا تحالف قيادة جماعية، مو صحيح؟ على عيننا وعلى رأسنا، ونتمنى أن يصير هذا التحالف يبقى ويستمر، وأيضا احنا نشجع على أنه يصير هذا تحالف حقيقي وليس تحالف من أجل تقسيم المناصب.